الرشيد فليح متهم بقتل المتظاهرين. شو الكلام هذا استاذ فاضل؟ الله يخليك. انا قلت عليه ملاحظات يا استاذ عدنان، مؤاخذات وملاحظات، ونحن موشورنا دائما نؤشره على المتظاهرين. المتظاهر هو المجس الواقعي لتبيان الحقيقة. دائما المتظاهر هو الذي يعيش بين المواطنين، يعيش بين الجماهير، يعيش بين فئات الشعب. لذلك حدثه لا يخطأ في أغلب الأحيان. لذلك حينما يؤشر ملاحظة على سين أو صاد من, 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 من المسؤولين فهو مصيب وصادق في تأشيره. طيب، لكن أنا أقول فيما يتعلق بالتغييرات التي جرت، خذ مثلا مدير الاستخبارات العسكرية أيضا لواء فائز، أعتقد يعرفه السيد حاكم الزامل، أيضا ضابط كفوء وتم تغييره بتدوير وظيفي وهو كفوء جدا الرجل وهو لديه خبرة. لكن هذا لا يعني أن فريق سعد العلاق أيضا لا يتمتع بخبرة، لكن لواء فائز أيضا يتمتع بخبرة. التغييرات الوظيفية والإدارية التي حدثت في الجهاز الاستخباري والأمني كانت جيدة ويراد لها بعد أكثر، يعني يراد قيادات عمليات إما أن تلغى لأنها حلقة زائدة أو أن يكون فيها تدوير كلي، تدوير كل القطاعات. ما أعرف أستاذ سلام المالكي إذا